خلال كلمته في القمة العربية، السيد الرئيس يؤكد أنه لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم، وسنضطر لاتخاذ خطوات مصيرية. البيان الختامي لقمة تونس يرفض كافة خطوات إسرائيل أحادية الجانب، ويدعو دول العالم لعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. مفاوضات مباشرة بين حماس والاحتلال لإبرام تهدئة طويلة الأمد، أبرز شروط: قمع مسيرات العودة وحراسة حدود إسرائيل الجنوبية. تفاصيل التاسعة، شيعت جماهير شعبنا في المحافظات الجنوبية جثامين الشهداء الذين ارتقوا يوم أمس برصاص أو أول أمس برصاص الاحتلال خلال اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية التي خرجت في ذكرى يوم الأرض الخالد يوم أمس في 30 آذار. التفاصيل في تقرير سلوى ياسين. وسط مشاعر الحزن والغضب شيع جماهير شعبنا الشهداء الذين حملوا على الأكف بعد أن أبى المحتل الغاصب أن يمضي إحياء ذكرى يوم الأرض بلا دماء، فارتقى الشهداء أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة شرق قطاع غزة. واللي معيشنا بلال بالدبش تنهار بالمهدة، أبو مريض أزمة وبقدرش أبو، وانطلع أبو اشتغل بتعب، اشتغل معهم يوم الثاني، ثاني يوم حطينا عليه قد اللي اشتغلوا مرتين. مشاهد مهيبة لجنازات الشهداء التي جابت المحافظات الجنوبية على مدار عام كامل. صور التشييع لم تتوقف عند 270 شهيدا رحلوا بعد مشاركتهم في مسيرات العودة الكبرى إيمانا منهم بقضيتهم العادلة. مكفي الشباب اللي راحوا، مكفي الشباب اللي قطعت رجليهم، ابني عمره 16 سنة مش 17 سنة، كل جمعة كل جمعة كل جمعة أنا بقنع وأبو بقنع وهذا يقنع محدش راضي يقنع غير يروح وغصبين عنا، وهي عماته اسألهم كل يوم جمعة لازم يشرد من الضهر عشان بس يروح على مسيرة العودة. لحديت هنا وبكفي مساير عودة، كل بيت صار فيه شهيد، كل بيت صار فيه جريح، مكفي بتر بتر الأرجل والأيدي بكفي، والله بكفي لحديت هنا بكفي. شهدت مسيرة العودة حضورا بارزا لآلاف المتظاهرين الذين خرجوا لإحياء ذكرى يوم الأرض، ورغم سلمية المسيرة إلا أن أعداد الإصابات تجاوزت 300 مشارك من بينهم 86 طفلا. في ذكرى يوم الأرض يتجدد رحيل الشهداء تلو الشهداء مجسدين وحدة الدم والتاريخ لنضال عمده الأجداد والأبناء من أجل الحرية. سلوى ياسين، تلفزيون فلسطين، غزة. أكد السيد الرئيس محمود عباس أنه لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم، وسنضطر لاتخاذ خطوات مصيرية بعد أن دمرت إسرائيل كل الاتفاقيات وتنصرت من جميع الالتزامات منذ اتفاق أوسلو. أؤكد لكم أنه لم يعد باستطاعتنا تحمل هذا الوضع أو التعايش معه حفاظا على مصالح وأحلام شعبنا في الحرية والاستقلال، ولذلك سنكون مضطرين عاجلا غير آجل إلى اتخاذ خطوات وقرارات مصيرية، وكلنا ثقة أنكم ستكونون كما كنتم دائما معنا في نضالنا وسندا حقيقيا لشعبنا وقضيتنا. وشدد سيادته في خطابه أمام القمة العربية العادية بدورتها 30 في العاصمة التونسية أن استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها لتدمير حل الدولتين جعلنا نفقد الأمل في أي سلام يمكن تحقيقه معها. إننا مقبلون أيها الإخوة الأعزاء على أيام غاية في الصعوبة بعد أن دمرت إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال لأرض دولة فلسطين كل الاتفاقات وتنصلت من جميع الالتزامات منذ أوسلو إلى هذا اليوم، وهي مستمرة في سياساتها وإجراءاتها لتدمير حل الدولتين بحيث جعلتنا نفقد الأمل
في أي سلام يمكن تحقيقه معها. وجدد سيدته التأكيد على أنه لا يمكن القبول بخطة سلام لا تحترم أسس ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال. وشدد السيد الرئيس كذلك على أن ما قامت به الإدارة الأمريكية الحالية يمثل نسفا لمبادرة السلام العربية وتغيرا جذريا في مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة. إن ما قامت به الإدارة الأمريكية الحالية بقراراتها هذه يمثل نسفا لمبادرة السلام العربية وتغييرا جذريا في مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانقلابا بشكل كامل على القانون الدولي والشرعية الدولية. وتكون هذه الإدارة الأمريكية بذلك قد أنهت ما تبقى لها من دور في طرح خطة سلام أو القيام بدور الوسيط في عملية السلام، هي وسيط غير نزيه. وهنا نؤكد على ما اتفقنا عليه سويا بأننا لا يمكن أن نقبل أي خطة سلام لا تحترم أسس ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال لدولتنا بعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب السيد الرئيس عن ثقته بأن محاولات إسرائيل تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية لن تنجح ما لم تطبق مبادرة السلام العربية من البداية إلى النهاية وليس العكس. أننا على ثقة بأن محاولات إسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية لن تنجح ما لم تطبق مبادرة السلام العربية للعام 2002 من البداية إلى النهاية وليس العكس. فلا تطبيع إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية. ودعا السيد الرئيس إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي والوفاء بالالتزامات المالية لدعم وزارة دولة فلسطين ما يمكن شعبنا من الصمود والثبات. ندعوكم أيها الإخوة القادة للعمل على تفعيل قرارات القمم السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالية. سبق أن مررنا بهكذا أزمة وطلبنا بتوفير شبكة أمان والوفاء بالالتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين مقدرين عاليا الدول التي أوفت بالتزاماتها. وشدد سيادته على المضي قدما لتحقيق الوحدة الوطنية رغم كل ما تقوم به حماس لإفشال ذلك، مؤكدا أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة. وقد بذلنا كل جهد ممكن لإتمام الجهود العربية والدولية بالرغم من مواقف حماس التي تعطل المصالحة مثمنين عاليا موقف وجهود الأشقاء في جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونقول لأهلنا في قطاع غزة إننا لن نتخلى عنكم ولن نقبل بدولة في غزة ولا بدولة دون غزة. وانتظروا سيأتي هذا من أمريكا خلال شهر أو شهرين حديث عن دولة في غزة من الإدارة الأمريكية. ونلفت عنايتكم مشاهدينا إلى أننا سنبث كلمة السيد الرئيس محمود عباس خلال أعمال القمة العربية 30 في تونس كاملة بعد انتهاء هذه النشرة. هذا وأكد البيان الختامي لقمة تونس على رفض كافة الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، ودعا البيان كافة دول العالم للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مؤكدا على رفض القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومشددا على تمسك الدول العربية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية. وفي ظل تواصل الممارسات العدوانية الإسرائيلية فإننا ندعو المجتمع الدولي
ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووضع حد لاعتداءات إسرائيل وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ونحذر من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيمه وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه، بما في ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة ومخططاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية، ونطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في هذا السياق. كما نجدد تأكيدنا على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، ونطالب دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها التزاما بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص. ونؤكد أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك. طبعا هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مقر انعقاد القمة العربية في العاصمة التونسية، مفدنا إلى هناك زميل خميس ماخ. خميس، إذا صدر البيان الختامي عن هذه القمة، لو تضعنا في ردود الفعل حول البيان. اهلا ومرحبا بك ضحى وايضا بالزميل مالك. اذا كما اشرت، البيان الختامي صدر قبل قليل وتلاه وزير الخارجيه التونسي خميس الجهناوي. نستطيع ان نقول، وعلى الرغم من ان هذه القمه اطلق عليها الرئيس التونسي قمه العزم وتضامن، الا انها قمه القدس وفلسطين، وهذا اتضح جليا من خلال كلمات جميع الوفود، كلمات جميع الرؤساء و الزعماء العرب التي ركزت بالدرجة الأولى على قضية الشعب الفلسطيني، قضية العرب الأولى، قضية فلسطين وموضوع القدس والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء بخصوص القضية الفلسطينية الهادفة إلى تصفيتها فيما يعرف بصفقة القرن وأيضا الإجراءات الإسرائيلية على الأرض. البيان الختامي ضحى ومالك يعني ركز على أن الحل القضية الفلسطينية هو مفتاح السلام عمليا في الشرق الأوسط، ولا يمكن للأمن والاستقرار أن يتحقق إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية. ركز على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أينما تواجد، وركز على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية هي العاصمة، مع رفض وبطلان الإعلان الأمريكي بخصوص مدينة القدس المحتلة واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال. في الشق الاقتصادي، وهذا مهم، البيان الختامي جدد أيضا التأكيد على التزام الدول العربية بموضوع شبكة الأمان المالية والمقرر في قمم سابقة لدولة فلسطين بمئة مليون دولار شهريا، والدعوة أيضا للمجتمع الدولي بضرورة الاستمرار في دعم دولة فلسطين وهي تخوض بكل تأكيد هذه المعركة من أجل البقاء في ظل الإجراءات المشار إليها أمريكيا وإسرائيليا. أيضا البيان الختامي أشار إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والمنظمة الأممية مجلس الأمن هنا يعني مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، رفض جميع الإجراءات الأحادية الجانب خصوصا فيما يتعلق بإجراءات إسرائيلية على الأرض من استيطان وتحديدا في مدينة القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك، وأيضا الدعوة إلى الدول التي تنوي أو لديها عزم بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال بأن هذا يضر بمصالحها مع الدول العربية. وجاء أيضا البيان الختامي، وهذه نقطة مهمة، ليؤكد
الوصاية الهاشمية على مدينة القدس المحتلة وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية وخصوصا الحرم القدسي، وفي موضوع أيضا اليونسكو وما يخص الأماكن التراثية في مدينة القدس. إذن هذه النقاط وغيرها وما أثير خلال القمة من كلمات، وأبرزها كلمة السيد الرئيس محمود عباس الذي وضع المؤتمرين هذا اليوم في صورة الأوضاع في فلسطين بالشقين السياسي والاقتصادي، كانت حاضرة وحاضرة بقوة في كلمة أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية. خميس، هل لك أن تضعنا إذا سمحت في اللقاءات التي أجراها السيد الرئيس على هامش القمة العربية، وإن كان هناك أي لقاءات أخرى سوف يجريها؟ يعني فور وصوله منذ مساء أمس سيد الرئيس عقد العديد من اللقاءات على هامش القمة، عشية انعقاد القمة، وعلى هامشها هذا اليوم كان من أبرز هذه اللقاءات لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكان أيضا لقاء مع الوفد الجزائري، الوفد العماني، وأيضا مع المبعوث الروسي لعملية السلام إلى الشرق الأوسط، لقاءات كثيرة أيضا مع ممثل البحرين والوفد البحريني إلى القمة، لقاءات كثيرة عقدها سيد الرئيس، وكانت هذه اللقاءات توضح للأشقاء العرب وأيضا الممثلين الدوليين ما وصلت إليه الأحوال في فلسطين في ظل الإجراءات الإسرائيلية، وأيضا موقف القيادة الفلسطينية في هذه الظروف. ونحن نتحدث عن اقتراب انتخابات إسرائيلية، نتحدث عن إعلان أمريكي أن صفقة القرن أو ما يسمى صفقة القرن ستعلن ما بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي قد تتطور الأمور، وهذا ما حذر منه السيد الرئيس أيضا في خطابه بأننا ذاهبون إلى الأسوأ، وربما اعتراف إسرائيلي أو أمريكي بضم الضفة إلى إسرائيل وإقامة دولة في غزة. شكرا جزيلا لك إذن خميس ماخو، موفى التلفزيون فلسطين إلى العاصمة التونسية تونس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. وخلال كلمته في افتتاح أعمال القمة، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة. ستظل القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. يجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسياسة السيادة السورية على الجولان. من جانبه أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الأساس في التعامل مع القضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق الثوابت العربية. القضية الفلسطينية كانت وستبقى الهم الأول الذي يشغل الوجدان العربي، ونؤكد هنا أن الأساس في التعاطي معها لابد أن يكون ضمن ثوابتنا العربية، فالقضية الفلسطينية يجب أن تبقى القضية العربية المركزية والأولى، ولا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يلبي طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وأكد العاهل الأردني أيضا أن الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس والمقدسات والدفاع عنها. أما القدس الشريف وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها من انتهاكات هدفها تغيير تاريخ وهوية المدينة
وانطلاقا من وصايتنا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، فإنني أؤكد على أن الأردن مستمر بدوره التاريخي في حمايتها والدفاع عنها. ونؤكد من على هذا المنبر أيضا على أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا حتى تواصل تقديم خدماتها الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة. هذا وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أنه لا مخرج للصراع العربي الإسرائيلي إلا بحل شامل وعادل يعيد حقوق الشعب الفلسطيني. لا مخرج نهائي منه إلا بحل سلمي شامل وعادل يعيد الحقوق إلى أصحابها، بحيث يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتعود الجولان المحتلة إلى سوريا لتتحرر جميع الأراضي العربية المحتلة، ويتم طي هذه المرحلة المؤلمة التي استنزفت الأمة وطاقاتها لسبعة عقود، وتبدأ مرحلة السلام الشامل والعادل وإعادة البناء. وقال أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إن أي ترتيبات لعملية السلام لا تستند للمرجعيات الدولية ستبقى بعيدة عن أرض الواقع ولا تحقق الحل العادل والشامل، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ما زالت قضية العرب الأولى. لا زالت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، تعاني ابتعادها عن دائرة اهتمام المجتمع الدولي وصدارة الأولويات العربية، على الرغم من أن أمن العالم واستقراره سيبقى يعاني اضطرابا وتدهورا ما لم تتحقق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، والتي تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. ولا بد لنا هنا من التأكيد بأن أي ترتيبات لعملية السلام في الشرق الأوسط لا تستند على تلك المرجعيات، ستبقى بعيدة عن أرض الواقع ولا تحقق الحل العادل والشامل. من جانبه دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى تكثيف التحركات والتنسيق العربي من أجل وضع حد للقرارات والممارسات الرامية إلى المس بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى التصدي لكل ما من شأنه المساس بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني. تأكيد المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في عملنا العربي المشترك وإعادتها إلى دائرة الضوء على الساحة الدولية بات ضروريا وفي صدارة أولياتنا، وهو ما يقتضي منا إبلاغ رسالة واضحة إلى كل أطراف المجتمع الدولي، مفادها أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل في العالم بأسره يمر حتما عبر إيجاد تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية، تسوية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين. ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تكثيف تحركاتنا وتنسيقها من أجل وضع حد للقرارات والممارسات الرامية إلى المس بمرجعيات القضية الفلسطينية الأساسية وتصدي لكل من شأنه المساسي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيث أن الممارسات الأمريكية تشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما في نهج العربدة. للأسف فإن مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة تشجع الاحتلال على المضي قدما في نهج العربدة والاجتراء،
وتبعث بالرسالة الخطأ للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بل إلى الأمة العربية كلها، وكأنها تحملهم عبئا فوق عبء الاحتلال ومعاناة فوق معاناة القمع والاستيطان ونهب عوائد الضرائب بالتضييق المالي والسياسي على المؤسسات الفلسطينية وهي عصب الدولة المستقبلية، وخنق وكالة الأونروا التي تعالج مأساة اللاجئين. وهكذا يهدف الاحتلال وداعموه إلى تقليص المكتسبات الضئيلة التي حققها الفلسطينيون من خلال التفاوض منذ عام 93، ويتلاشى أي أمل لدى الشعب الفلسطيني في أن يصير حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الممكن لهذا الصراع الطويل أملاً بعيد المنال بكل ما ينطوي عليه ذلك من تهديد لأمن واستقرار المنطقة كلها. إلى ذلك أكدت ممثلة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني التمسك بحل الدولتين كحل مستدام للقضية الفلسطينية، داعية لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. حل الدولتين والذي يبقى هو الحل المستدام، وفي الأثناء لدينا مسؤولية لتقديم هذا الحل ولمنعه من التلاشي وتصدع أي خطة مستقبلية يجب أن نتعرف خلالها على المقاييس الدولية، ما في ذلك خطوط 1976 مع الحدود المشتركة، وبطبيعة الحال وضع القدس كعاصمة للدولتين. العمل وعهدة الأونروا يجب أن نقوم بحمايتها. الوكالات الأممية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين هي مسألة محورية ليس لملايين الأشخاص فقط، ولكن لحماية استدامة حل الدولتين. هذا وأجرى السيد الرئيس محمود عباس عدة لقاءات مهمة على هامش القمة العربية في دورتها العادية 30، بحث فيها آخر التطورات السياسية في القضية الفلسطينية. التفاصيل مع ريما العملي. على هامش القمة العربية في دورتها العادية 30 في العاصمة التونسية، التقى السيد الرئيس محمود عباس بالعديد من القادة ورؤساء الوفود العربية والدولية المشاركة فيها. لقاء ثنائي جمع السيد الرئيس محمود عباس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقر إقامته بتونس، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، مثمنا سيادته دور المملكة الهاشمية في دعم فلسطين والقدس ومقدساتها والدفاع عنها، كما هنأ الأردن لحصولها على جائزة مصباح السلام في إيطاليا لعام 2019. أهمية تعزيز صمود أهلنا في القدس وحماية القدس والدفاع عنها، فسيادة الرئيس وجلالة الملك كان لهم موقف في كل مرحلة من المراحل، خاصة إذا كانت تتعلق بالقدس. والجميع يعلم أن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين ينسقوا جميع خطواتهم في القمم العربية وفي على المستوى الدولي وعلى المستوى الأوروبي، خاصة أن جلالة الملك كان في رحلة إلى أوروبا والتقى مع عدد كبير من القادة الأوروبيين. كما استقبل سيادته رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح ونائب الوزراء ووزير خارجيتها رمضان العمامري. بحث اللقاء العلاقات الفلسطينية الجزائرية والأوضاع التي تعيشها البلدان، مؤكدا سيادته حرصه وحرص الشعب الفلسطيني على استقرار وأمن الجزائر، مثمنا الدور الذي لعبته في دعم القضية الفلسطينية. نأمل ونتمنى الجزائر كل الخير، لأن الجزائر هي جزائر فلسطين، هي التي تقف مع فلسطين، وإن كان هناك من دولة بشعبها يعتبر فلسطين تأتي قبل وطنيته فهي الجزائر بشعبها، وبالتالي نحن تمنينا في هذا اللقاء باسم كل الشعب الفلسطيني الخير والأمن والأمان للجزائر. الوفد العماني كان حاضرا أيضا، حيث التقى السيد الرئيس مع ممثل السلطان قابوس في القمة العربية أسعد بن طارق آل سعيد، حيث أكد الأخير على دعم بلاده الدائم لفلسطين وقضيتها حتى نيل حقوقها المشروعة. أنا حملت تحيات جلالة السلطان إلى فخامة الرئيس ومساندتنا لهم في هذه المرحلة الهامة، وكما ذكرنا في كل لقاء عربي أن فلسطين هي الجوهر، والآن أنا أبلغت فخامة الرئيس أن فلسطين هي قلب العرب، فبدون قلب العرب لن تمشي قدما، فعليهم أن يواجهوا المشكلة في هذه المرحلة.
قبل أن يفقدوا الطريق. هذا والتقى سيادته بمبعوث الرئيس الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وعملية السلام. كما تم عقد لقاء بين سيادة الرئيس ورئيس وفد دولة البحرين سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، جرى خلاله بحث مجمل التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية واستمرار انتهاكات الاحتلال بحق القدس ومقدساتها. جهود دبلوماسية كبيرة على كافة الصعد والمستويات يبذلها السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية في إطار تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة والعاصمة القدس الشرقية، وما هذا الدعم العربي إلا ركيزة أساسية في تكريس هذا الحق. من المركز الإعلامي في المدينة الثقافية بالعاصمة تونس، ريم العملة، تلفزيون فلسطين. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الموقف الذي عبرت عنه الخارجية البرازيلية والتصريحات البرازيلية الرسمية بشأن افتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة، واعتبرته انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها وعدوانا مباشرا على شعبنا وحقوقه، واستجابة للضغوط الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لتكريس الاحتلال والاستيطان والتهويد في القدس المحتلة وضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها بالقوة. وأكدت الوزارة أنها ستتحرك بخصوص موقف البرازيلي هذا كما فعلت مع من سبقها من دول قليلة في الالتفاف على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة عبر فتح ما يسمى بمكتب تمثيلي في القدس مرتبط بالسفارة في تل أبيب أو عبر إعطائها التمثيل الدبلوماسي الكامل. وسوف تتواصل مع سفير فلسطين في البرازيل من أجل استدعائه للتشاور واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة مثل هذا الموقف. وقع العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية على نداء القدس في الرباط المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان والبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة المقدسة، لأنها أم البدايات والنهايات وبوابة الأرض إلى السماء ومهد الديانات السماوية التي يحاول الاحتلال طمس معالمها العربية والإسلامية وتهويدها. جاء نداء القدس من العاصمة المغربية الرباط الذي وقع بين رئيس لجنة القدس الملك محمد السادس والبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للمحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان والبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة المقدسة. نداء القدس الذي وقع في قاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط أكد أهمية الحفاظ على المدينة المقدسة باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وبوصفها أرضا للتعايش السلمي ومركزا للقيم الاحترام المتبادل، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة. وأعرب الملك والبابا عن أملهما أن تكفل داخل المدينة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة وضمان حقهم في أداء شعائرهم، بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين إلى الله تعالى من أجل مستقبل يعم فيه السلام والأخوة في كل أرجاء المعمورة. ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال ستوافق على بناء أكثر من 1400 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية هذا الأسبوع. ريشتاوي معها التفاصيل. لطالما كان الاستيطان وقود الدعاية الانتخابية الإسرائيلية والمهيمن على معظم الأحزاب السياسية المتنافسة إمعانا في تنفيذ خطة الاحتلال في تمديد حلم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، فنتنياهو اليمين المتطرف ينتهز كل فرصة ليردد تهديداته بمواصلة البناء الاستيطاني. الجديد في ذلك ما تم إعلانه عبر وسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتلال سيصادق على بناء نحو 1400 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية هذا الأسبوع، ليتبعها فيما بعد الترويج ل3500 وحدة استيطانية أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقارب
5000. 1400 وحدة استيطانية ستتوزع على الشكل التالي: 110 وحدات منها في مستوطنة جفعات زائف، و603 وحدات في معالي أدوميم، و281 في بيتار عليت، و108 وحدات في إفرايم، و325 وحدة في ألون قرب كفار أدوميم، وجميعها مستوطنات جاثمة على أراضي المواطنين في محيط القدس المحتلة. السباق نحو بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية ومصادرة آلاف الدنومات من أراضي المواطنين هي بمثابة المزادات العلنية التي تفتحها الأحزاب السياسية الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات المقبلة في 9 نيسان لتلقي بظلالها على الفلسطينيين وتنفذ ما يسعى له الاحتلال من تهويد الأرض وسرقتها. رايا شتاوي، تلفزيون فلسطين. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المفاوضات المباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي تدور بوساطة إقليمية لإبرام تهدئة طويلة الأمد. كان من أبرز شروطها قمع حماس لمسيرات العودة وحراسة الحدود الجنوبية لإسرائيل تمهيدا لإرساء دعائم الانفصال لصالح صفقة العار الأمريكية. التفاصيل مع خالد مطوح. في الوقت الذي تخوض فيه القيادة غمار معركة سياسية حامية الوطيس في مجابهة التحديات والعقوبات الإسرائيلية وإعادتها أموال المقاصة بكاملها لإسرائيل في أعقاب قرصنتها مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، تهرول حركة حماس نحو إبرام تهدئة طويلة الأمد مع حكومة الاحتلال مقابل حفنة من الدولارات يترتب عليها حماية أجهزة حماس المسلحة المستوطنين في غلاف غزة ووقف مسيرات العودة. محاولة قادة حماس فتح قنوات اتصال مباشرة مع أقطاب الحكومة الإسرائيلية وإجراء مفاوضات بوساطات إقليمية وأممية لتثبيت دعائم مشروع الانفصال يعد طعنة في ظهر الشرعية الوطنية، حيث لا يجوز لأي فصيل بعينه مفاوضة إسرائيل بمعزل عن منظمة التحرير حفاظا على المسيرة النضالية من الاختراق والاختلاف والاستقطاب. ففي ترجمة لما يسرب من بنود لتفاهمات تجري بالسر والعلن بين إسرائيل وحماس لإبرام صفقة تهدئة طويلة الأمد تركزت بمجملها على قضايا إغاثية على حساب الحقوق السياسية لشعبنا التي أعلن عنها السيد الرئيس مرارا وتكرارا أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة، ولكن انجرار حماس وراء تحقيق غرائزها الانقلابية يؤثر على هذا الموقف الوطني المسؤول ويكشف تماهيها مع صفقة العار الأمريكية ومساعيها الماكرة بارتداء عباءة الدين بالتحليل والتحريم خدمة لهدف إقامة إمارة المشيخة الإخوانية هناك. مشاهد القمع والترويع التي نفذتها أجهزة حماس جهارا نهارا ضد المتظاهرين الذين خرجوا إحياء لسنوية مسيرات العودة، وما سبق ذلك بأيام من قمع وحشي للمحتجين على سياسة الغلاء والفقر والبطالة المتفشية في القطاع المعذب بحكمها المغيب، يؤكد أن طغمة حماس تخبئ في جعبتها فرامنات ووعودات من جهات مشبوهة لدعم انفصال غزة عن باقي أرجاء الوطن الذي من المتوقع أن يكون الخطوة المقبلة عقب اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وبهذا تكون حماس قد لعبت دورا استراتيجيا لصالح أطماع الاحتلال في الإجهاز على ما تبقى من فتات مشروعنا الوطني. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. انتهت ظهر اليوم دون قرار جلسة خاصة عقدتها محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة للبت في قضية لم شمل الصحفي مصطفى الخروف مع عائلته وعدم ترحيله للأردن على أن يرسل القرار مكتوبا خلال الأيام القليلة المقبلة للدفاع والنيابة العامة. دانا أبو شمسية والتفاصيل. أهي تخاف من يحب وطنه ويوثق انتهاكاته؟ أم تعمل سلطات الاحتلال على تكميم الأفواه بمحاكمة الصحفيين تماما كما حدث مع المصور الصحفي المقدسي مصطفى الخروف والذي يعمل في وكالة الأناضول التركية؟ فقد اتهم بتهديد أمن دولة الاحتلال بملف سري منعت حتى عائلته من الاطلاع عليه، وحجتها
أن مصطفى الخروف ليس من سكان القدس الشرقية، رغم أنه مولود لعائلة جميع أفرادها من سكان القدس ومتزوج من سيدة مقدسية وله منها طفلة. أنت متخيلة أصلاً أنه هي قبل ما تنام قاعدة بتقول حبيبي بابا وبدأ أشوف بابا بكرة؟ أنا بنتي عمرها سنة ونص بس بنتي بتحكي وبنتي حاسة في كل إشي. أنا أصلاً لهلا مش متخيلة أني جايبتها معي على المحكمة، أنا حاسة كل هذا غباش. أنا مش قادرة أشوفها أصلاً بالمحكمة. يعني إحنا لما باخدها على السجن بكون مصطفى طالب مني مليون مرة أني أخدها بس عشان يشوفها، وأصلاً ممنوع يمسكها وبيشوفها من وراء زاز وتلفون. فما بالك أنا اللي حملتها وجايبتها هلأ على المحكمة. خطر الإبعاد هذا لن يكون فقط من شرق القدس، وإنما من الأرض الفلسطينية كلها، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بتهجير مصطفى بعد عدة جلسات في محاكم الاحتلال، على أن ترسل القرار لاحقا لمحامية الدفاع من مركز الدفاع عن الفرد، وسط تغيب مصطفى عن جلسة المحكمة القائمة فيما تسمى المحكمة المركزية في القدس. لأن مصطفى في السجن، نحن نتأمل أن لا يأخذ القاضي وقتا طويلا لإصدار قراره، لا نعرف متى، ولكن نتمنى أن يكون في اليومين القادمين. نشط في التقاط الصور للأحداث التي تجري في العاصمة المحتلة وخاصة في المسجد الأقصى، وهذا ما دفع سلطات الاحتلال إلى اعتباره خطرا على إسرائيل، واستغلال ذلك مبررا لرفض منحه تصريح لم الشمل بداية ومن ثم إبعاده عن فلسطين. بين أروقة محكمة وأخرى ستبقى عائلة الخروف بين المماطلة والتسويف بقرارات عنصرية ستسمح لمستوطن المكوث بأرض مقدسي الهوية والهوى ليدق بذلك ناقوس خطر أكثر من 10,000 طفل غير مسجلين بالدوائر الحكومية الإسرائيلية نتيجة شرعنة قوانين تصعب المواطنة هنا. من أمام ما تسمى المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، تلفزيون فلسطين. أقامت حركة فتح في منطقة صور مهرجانا جماهيريا إحياء ليوم الأرض الخالد بمشاركة جماهيرية واسعة. المزيد مع زين عبد الصمد من هناك. هي حرب طويلة عدتها صمودهم وإصرارهم على حقهم، لن يفلت الاحتلال فيها من براثن العقاب طال الزمان أم قصر. وإحياء يوم الأرض واحد من معارك تلك الحرب التي يرفع فيها شعبنا في الشتات لواء التمسك بالقرار الدولي 194 كما بكل القرارات، وهذا ما عكسه مهرجان الرشيدية. المعركة القادمة ليست سهلة، نحن شعب لا يستكين، لأننا عندما انطلقنا في العام 65 كانت الأمور معقدة أكثر من هذا بكثير، لكننا استطعنا أن نشق الطريق، لأن الشعوب لديها البوصلة التي تحدد لها كيف تنطلق وكيف تسير. المهرجان دعت إليه حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وشاركت فيه فصائل منظمة التحرير وهيئات مجتمع محلي وحشود من أبناء مخيمات صور. نحن نحتفل في هذا اليوم، في هذا اليوم التاريخي الذي قدم الشعب الفلسطيني الشهيدة تلو الشهيد والمزيد من الدماء والمعاناة. نؤكد في هذا اليوم دعمنا للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة. المشاركون في المهرجان جددوا مبايعتهم لسيادة الرئيس محمود عباس، مشددين على عمق ارتباطهم بفلسطين وقضيتها. حلمنا سيتحقق، وأن حلمك يا سيادة الرئيس أبو مازن سيبزغ قريبا فوق هذه الأرض وسيسطع فجرنا القادم لا محالة رغم الظلمات. لا، نحن نطلب أن الشعب الفلسطيني، يعني الشعب الفلسطيني بالنسبة ليوم الأرض ما يكل حتى تتحرر فلسطين يعني. وفي المهرجان إحياء لمناسبات شهر آذار الذي يزخم بالمحطات النضالية في مسيرة كفاح شعبنا. الأرض التي يحيون يومها تبعد عنهم 15 كيلومترا، لكنها تلامس وجدانهم في كل يوم، ويغارون من زخات المطر التي تحملها الرياح
لتروي تراب البلاد. من مخيم الرشيدية جنوب لبنان، إذن عبد الصمد، تلفزيون فلسطين. أتم ديوان الموظفين العام استعداداته كافة لعقد اجتماع الطاولة المستديرة غدا بمشاركة 30 دولة وتسع مؤسسات عالمية تعنى بالإدارة العامة، حيث وصلت غالبية الوفود. وكان رئيس الديوان موسى أبو زيد ومحافظ أريحة والأغوار جهاد أبو العسل استقبل في أريحة رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني نضال البطاينة. وشدد أبو زيد خلال استقبال البطاينة أن فلسطين ستشهد غدا أول حديث على المستوى العالمي في مجال دعم الدول من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار تولي فلسطين رئاسة مجموعة 77 والصين. احنا جايين للمشاركة في اجتماعات الطاولة المستديرة الوزارية. هذا يعكس شو النهضة اللي تحققها فلسطين رغم كل التحديات والصعوبات. وإحنا دائما توجيهات سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني لتقديم كل الدعم والعون والإفادة والاستفادة من مخرجات العمل الإداري في دولة فلسطين. نحن يربطنا علاقات خاصة مع المملكة الأردنية الهاشمية، ولدينا تعاون وثيق. هذا التعاون سيستمر وحتما سيصنع فرق في مجال الإدارة العامة في البلدين. هذه الطاولة المستديرة سيشارك فيها 30 دولة وأيضا تسع مؤسسات عالمية تعنى بالإدارة العامة. إلى العناوين. خلال كلمته في القمة العربية، السيد الرئيس يؤكد أنه لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم وسنضطر لاتخاذ خطوات مصيرية. البيان الختامي لقمة تونس يرفض كافة خطوات إسرائيل عادية الجانب، ويدعو دول العالم لعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومفاوضات مباشرة بين حماس والاحتلال لإبرام تهدئة طويلة الأمد، أبرز شروطها قمع مسيرات العودة وحراسة حدود إسرائيل الجنوبية.